بمشقة بالغة تصعد ياسمين الدرج نتيجة إصابتها في العمود الفقري أثناء حادث انهيار مصنع رانا بلازا الذي نجت منه بأعجوبة. اضطر الأطباء إلى تركيب دعامات لتثبيت الظهر، وتمكنت بالفعل من السير مع إجراء العلاج الطبيعي بانتظام، غير أنها ما زالت تعاني الآلام كما أنها فقدت القدرة على العمل. لا أعتقد أن حياتي ستعود إلى ما كانت عليه سابقا، فأنا لا أستطيع الجلوس لفترة طويلة ولن أتمكن من العمل يوما ما. الشيء الوحيد الذي أتمناه أن أسير بشكل طبيعي. هنا كانت تعمل ياسمين في مصنع رانا بلازا الذي انهار قبل 9 أشهر، وتسبب ذلك في مقتل أكثر من 1100 شخص. شركات ألمانية كانت تكلف المصنع بإنتاج الملابس، هذه الشركات لم تدفع حتى الآن أي تعويضات. للأسف لم يتغير الكثير في بنغلاديش بعد الحادث، فعاملات الحياكة يعملن 12 ساعة دون راحة، كما أن أغلب المصانع غير مزودة بمنافذ طوارئ فضلا عن غلق النوافذ بالحجارة. أما من ينضم إلى النقابات العمالية فيخشى فقدان عمله، وعلى الرغم من ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 50 يورو في الشهر، إلا أن النقابات غير راضية عن المبلغ. صحيح أن الحد الأدنى للأجور تم رفعه إلى 5300 تاكا بنغلاديشية، غير أن هذا لا يكفي لتجاوز حدود الفقر. في المقابل تقول شركات الملابس والأقمشة في بنغلاديش إنها تعاني مشاكل بعد رفع الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن أصحاب الطلبيات من أوروبا وأمريكا يرفضون دفع المزيد. أسرة ياسمين حصلت على تعويض يعادل 370 يورو من شركة إيرلندية وحكومة بلادها، غير أن مصدر رزق ياسمين توقف ولم تعد الأسرة تدري كيف ستدفع إيجار السكن. زادها مجرد أرز جاف، وهي متشائمة لعدم سماعها شيئا من ألمانيا. لم يزرنا أحد من الشركات الألمانية ولم يسألنا أحد عن الباقين منا على قيد الحياة، إنهم غير مهتمين بشكل حياتنا الآن. اضطرت الأسرة إلى استلاف قرض بفوائد تصل إلى 40%، وحتى الآن لا تدري الأسرة من أين ستسدد القرض.